وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية. أسد الغابة وهو البطل. رضيت كل الحيوانات وصارت بطل الغابات. أسدا أبيض باسم العدل يقرن ما يفعل بالقول. أسد الغابة بالعدل الوافر يحكمها خيرا ورخاء يغمرها. ما أسعدها ما أهناها في موطنها في سكناها. متعاونة متضامنة متصافية في دنياها. متعاونة متضامنة متصافية في دنياها. أسد الغابة وهو البطل في أمر القوة منشغل. أسد الغابة وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية. أسد الغابة وهو البطل. أسد الغابة أسد الغابة. 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 إني الآن متفائل جدا يا ليلى، لكن الأمر غامض. ماذا سنفعل؟ إنها تقريبا نائمة وقد تتحسن بعض الشيء. إن أحضرت لها النبتة العجيبة ربما تشفى بإذن الله. سأحضرها بإذن الله، انتظروني وسأعود حالا. مخطوب، ما الذي تفعله هنا وحيدا؟ لقد أضعت أمي. إذا سوف نبحث عنها وسنجدها. هيا بنا. توقف، لقد تمديت أيها السبع. هذه فريستنا ونحن رأيناه أولا. رأيتموه أولا؟ هذا الصغير اسمه مخطوب وهو صديق الحميم. هيا بنا. فلتتوقف. هل تتحدانا نحن السبعة؟ أنا لا أحب التحدي أبدا. لن شاهدوني كيف أتحداه. لقد أهنت أصدقائي. واجهني هيا، إنني أتحداك. لا أريد التحدي، أنا أتحداك. لن أفعل ذلك. Oh, my God.
هذا يكفي، فأنا لا أريد أن أقاتل أحدا في هذه الغابة المسالمة. يبدو أنك سمعت، سبعة منكم تجتمع ضد حمار وحشي صغير ضعيف، ماذا تسمي ذلك؟ القوة. هيا بنا لنذهب من هنا بسرعة. مهلا، اسمعني أيها السبع اللطيف الوديع المسالم، طوال حياتي لم يلمسني أحد أبدا، أنا لا أقبل بالإهانة من أي أحد مهما كان، هل تفهم هذا جيدا أيها السبع؟ وأنا ليث، سأتذكر جيدا ما قلته لي. الآن أريد أن أعرف من الذي سمح لك أن تكلمه قبلي. هيا دافع عن نفسك، هيا بسرعة. إنني زعيم هذه المنطقة، هل هذا واضح؟ حسنا يا صغيري، لقد نجوت هذه المرة، ولكن تذكر أن تطلب الإذن من أمك أو أبيك عندما تذهب إلى أي مكان ترغب فيه. سأتذكر، أعدك. اذهب الآن. أمي يا حنونة. ليث، أشكرك على هذا الدواء، ولكني قد تحسنت قليلا. ماذا حدث؟ من قام بإيذائك؟ أنا بخير الحمد لله. لا، غير معقول، أنا أتألم لذهابك إلى الغابات وذلك لخوض المعارك، قد لا تعود ذات يوم. اطمئني يا مسرور، أنا بخير، لكن أين ساهر؟ لقد ذهبا لإحضار الدواء. أنا كوكو، كوكو الأخضر الذكي، أعرف مكان الدواء، اتبعوني إلى الينابيع الحارة وسوف ترون. أنا لا أخاف من الذهاب إلى هناك، وسوف أحضر الدواء من الينابيع الحارة لأنني طائر ذكي جدا. أخبرني، هل تعرف شيئا عن الدواء؟ لا يا كوكو، لم يسبق لي أن رأيت ذلك الدواء. إذا ماذا تعرف بالضبط؟ دعني أريك شيئا لكي تتعلم أكثر. هذا ليس وقت اللعب يا كوكو. غزلان لا يعرف مكان الدواء، يا له من غزال عديم المعرفة. يكفي الآن، فلقد سمعت شيئا ما، توقفا عن اللعب. إذن أنتم أصدقاء ليث، أنا أتحداكم جميعا. يبدو لي ما زال حيا. يا في سرعة، ماذا حدث؟ لقد كان غاضبا جدا، وقد قال بأنه سيكون زعيمنا الجديد، وقال إنه سيتجه جنوبا مع أصدقائه، وستكون الغابة ملكا له، ومن يقوم باعتراضه يندم. هل تعني أن السبع الأزرق هو السبب؟ لن أسمح بذلك الظلم أبدا، أتفهم؟ ليث، أرجوك لا تذهب. سأقاتل. برأيي منحه فرصة ليغادر هذه الغابة، ولا داعي للقتال الآن، هداه الله. وماذا إذا لم يغادر؟ بسمة كلمة ورسمة.
انطلقي ماجنوم هيا. ما كنت العقل بسيروكو؟ لم يبقى أمام صاعد سوى 30 دورة فقط. ما هذا؟ تابعي إلى المقدمة يا سونيك. هيا يا سونيك. ما هي سونيك؟ سوف تخترق الزاوية الأولى. انطلق يا سونيك. البرنامج التالي. لي، أين ستذهب؟ أين؟ سوف أجد السبع الأزرق. لن أسمح له أن يتمادى أكثر من ذلك مهما كلفني الأمر. أرجوك لا تقاتل لأجلي. أتمنى ذلك، وأرجو أن يكون الحل بالحوار فقط. أكرر، لا تقاتل لأجلي. أعيدك. هيا نلحق به بسرعة. إن تقاتلا سوف تحدث مشكلة. غسلان غسلان أسرع. أين أنت أيها السبع الأزرق؟ إنني هنا وسوف ألقنك درسا في الأخلاق. أنت مخطئ، أنا لن أتحداك أبدا. إذا جئت تواجهني استعد الآن. هيا. مرة أخرى أقولها، أيها السبع الأزرق، جئت للحديث فقط. لقد سمعت بأن أصدقائك غادروا إلى الجنوب، فلماذا لا تغادر أنت معهم أيضا؟ أخبرني. لماذا لا تأتي وتواجهني؟ هيا تعال وجرب حظك معي. هل أنت خائف مني؟ ألا تستطيع القتال؟ لا أحب مقاتلة أحد. لقد سمعت عنك أيها الخواف. أتجرؤ على نعتي بالعدي من هض؟ هيا هيا. أرجوك لا تقاتل، عدني. يجب أن أحافظ على وعدي لمسرورة. لقد وعدت زوجتي ألا أواجهك أبدا. ولن تخلف وعدك طبعا، لكن عليك أن تواجهني أولا. هيا. اتقي الله. افعل شيئا افعل شيئا. هيا. لقد قاتلت الكثيرين في هذه الغابة وكنت أعصمهم دوما. هيا. أنت لن تفز. السبع الأزرق، أنت لست قويا، لن تهزم ليس لأنه لن يواجهك. إذا واجهني. أهلا بكما. بسرعة وفي حال ابتعد عن طريقي، فأنا أقوى الحيوانات في هذه الغابة. أنت فلان هذا. لما أنقذتني؟ أنقذتك؟ نحن ما زلنا سباعا، فالضباع فقط هي التي تواجه فاقد الوعي، ولكنني أريد أن أشكرك أيضا. أنا لا أعرف لماذا لم تتحدى، ولكنني أعرف أن واحدا منكما قد يتصدى للآخر. لا تعد لمواجهة السبع الأزرق. أنا لا ألومه على تصرفاته وأعرفه جيدا. عندما أخبرك ستتفهم الأمر، وعندها لن تتحداه أبدا. ولذلك أرجو أن تصل إلي جيدا وسأخبرك القصة بك. كنت أتمنى أن أخبرك بها، إنها قصة حزينة جدا، ولكن
لكنها قد إذا واجهته مرة أخرى يا لي هو أحد منكما سينتهي. حسن أصل إلي إصغاء كاملا وأنا متأكد بأنك ستغير رأيك بعد سبع أيام. وبعد ذلك لقد قمنا بمشاكسته فقام بمطاردتنا ثم صرح غزلان ولكننا هبنا كثيرا وهلكنا. وبعدها تركتما ليث وحيدا في الغابة لكننا عدنا لنراه. عندما عدنا لإنقاذه لكننا لم نجده في مكانه. لم نجده في مكانه. اختفى. سترك يا رب. ماذا حل بكما وكأنكما رأيتما طيفا؟ ليث هل أنت بخير؟ هل توجد بك جروح؟ المهم أنت هل شفيت من الحمى عزيزتي؟ سوف يكون كل شيء على ما يرام الآن. سبع الأزرق أصبح مشكلة لنا. أرجوكما لا تحرضاه على القتال. هذا صحيح. هذا صحيح. يمكن أن نترك السبع الأزرق. هيا يا ليث استيقظ. هيا. يجب علينا أن نعثر على الآخرين. لا داعي لإحضار الآخرين. لماذا يا ليث؟ أنا أعرف جيدا أنه من الواجب علي أن أواجه السبع الأزرق لكنني لن أواجهه معكم. ماذا قلت؟ أصغوا إلي أرجوكم، لدي أمر هام. أنتم تعتبرون السبع الأزرق عدوا لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فلدى السبع الأزرق عم عجوز وقد أخبرني عن قصة شبل أزرق صغير لم يكن يحبه أحد أو يريده أحد، وقد صارت السباع الأخرى عدوة له بسبب لونه، فعمل وحده وقاتل وحده وظل وحيدا لكي يبقى حيا وأصبح سبعا قويا، وأنا شخصيا عشت مثله تماما. وبعد ذلك كنت شبلا صغيرا وكان الآخرون ينادونني بخواف الغابة، وأنا أشعر بعقدة السبع الأزرق، والفرق الوحيد بيني وبينه هو أنه لم يجد له أصدقاء، لذلك فأنا لن أواجهه أبدا. لن أواجهه لأنني إن واجهته فإنني سأواجه نفسي. ليث هل ليث هنا؟ أخرج حالا. ما الأمر يا وحيد القرن؟ ما كل هذه الفوضى؟ ما الذي تفعله؟ إلى متى ستبقى هكذا؟ يجب أن توقف السبع الأزرق، وإذا لم تقم بذلك فأنا سأتصدى له. كل الآخرين إلى أين ذهبوا؟ لا أدري. قال سبع الأزرق إنه سيأكلهم إذا رأهم مرة أخرى. ليث أخبار سيئة، أخبار سيئة. السبع الأزرق تقاتل مع السبع العجوز وقضى عليه. قضى عليه. ماذا يمكن أن نفعل؟ أخبرنا يا ليث. نعم أخبرنا، ماذا تنتظر؟ لقد قتل السبع الذي أنقذ حياتك. هذا يكفي يا ليث، لقد أخبرتك بما يجب أن تفعل. أنا سأواجه السبع الأزرق. مهلا، ابقى أنت. أنا سأواجه السبع الأزرق. لقد جرح الكثير من الحيوانات لأنني لم أقبل بالمواجهة، فابقى هنا يا وحيد القرن واحمهم. سأبقى هنا ولكن قم بواجبك بشكل جيد. ليث لن أصاب بشيء بإذن الله. غزلان، كوكو، ساهر، ابقوا هنا. حسنا. you
وأنت لمواجهتي أنا. أيها السبع الأزرق، أنت لا تؤذي سوى الحيوانات الصغيرة، هذا لأنك سبع خواف. سأريك من هو الخواف. تقدم يا أنا الأقوى. تنتهي المواجهة بعد. ظننتها النهاية. مستعد؟ هيا. لا إله. احمينا يا الله. أيها السبع الأزرق، أود فقط أن نكون أصدقاء. ليث طالما رغبت بذلك كثيرا. عندما كنت صغيرا حاولت هذا مرارا وتكرارا، لكن الجميع كانوا يكرهونني فابتعدوا عني، ومنذ ذلك الوقت وهم يخافون مني. كل ما تمنيت أن يكون لي صديق واحد فقط. فسامحني. أيها السبع الأزرق، يا صديقي لا تخف، سنقوم بعلاجك. سأحضر لك النبتة العجيبة بنفسي. اطمئن، أنت صديقي أيها السبع الأزرق، والأصدقاء دائما يساعدون بعضهم. ستشفى بإذن الله. كل حيوانات الغابة سيقومون بمساعدتك. توكل على الله. غوكو، غزلان، ساهر، يا وحيد القرن، هيا لنتعاون على نقله جميعا. أسد الغابة وهو البطل في أمر القوة منشغل. أسد الغابة وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية. أسد الغابة